السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ فيديو جديد وفلوج جديد، يا رب تتبسطوا معايا يعني. بس انا قسمت الفيديو على جزئين عشان خاطر ما اطولش عليكم. تمام. بس احنا دلوقتي كده لسه نازلين من البيت، ف هنتغدى برا. تمام. وبعدين بقى هنخرج نتفسح وكده شوية ونشوف حاجات كده جديدة. تمام. هنتغدى الأول في مطعم اسمه مازا، هو بروست و يعني بروست وحاجات كده يعني كنتاكي، زي كنتاكي يعني وكده. طبعا بروست فراخ ولحمة سوري فراخ ومأكولات بحرية، جمبري وسمك وكده، وفرايز بطاطس يعني وكده. المهم احنا داخلين قسم العائلات اهو، عشان طبعا هنبقى في المطعم فمش هنشتري ونخرج يعني. فده قسم العائلات، بيبقى عبارة كده عن غرف صغيرة كده محطوط فيها كراسي، وطبعا عشان الخصوصية بيبقى ستائر وكده. ده كل ده كده للعائلات. تمام. وزي ما انتم شايفين كده المكان نضيف جدا ومحترم جدا، والاكل كان نضيف جدا وحلو جدا كمان. بس هنا كنا بنختار الاكل، فطلبنا وجبتين بروست فراخ مع البطاطس طبعا وطوميه وكده للكبار، يكون حار يعني. وطلبنا وجبتين للاطفال، معاهم لعبه وعصير وفرايز وكده يعني، وفراخ. تمام. ناجتس، فراخ ناجتس للاطفال بدون عظم يعني وكده، عشان تبقى سهله عليهم يعني. طعمه حلو جدا جدا. وطبعا اللي موجود في السعودية هيبقى عارف مطعم مازا، ده مشهور يعني زي البيك كده. تمام. احنا هنا مستنيين بقى الاكل اهو ينزل، ما تأخرش يعني اهو. بصوا كل وجبة للاطفال، طبعا البيبسي دي للكبار مش للاطفال، ودي الوجبة بتاعتنا للكبار. وكل وجبة معاها لعبة يعني. بس واتغدينا بقى الحمد لله، وبعدين خرجنا بقى رايحين مكان كده بابانا ودهولنا. هو انا عشان انا بحب الديكورات والحاجات دي، فهو قال لي في مكان كده حلو وجديد، فتعالي شوفي كده وتفرجي وكده. فخدنا بقى ودينا المكان دوت. واحنا ماشيين بقى عدينا على، احنا في مدينة الاحصاء، ف احنا في ودينا سوق القيصرية، ده القديم سوق الاحصاء القديم. حاسه ان انا موجوده فعلا في مصر، زي المنشيه ومحطه الرمل بالظبط بالظبط بالظبط، وفي كل حاجه يعني، واسعارهم حلوه ورخيصه وكده مش غاليه. فطبعا قال لي ده عايزه انت عايزه تيجي يعني. انا قلت له انا عايزه انزل يعني اشوفه وكده، اشوف المحلات وكده. فقال لي لا مفيش وقت، ف يعني ده عايز وقت تاني تخشي بقى المحلات وتمشي على رجليك كده وتخشي المحلات وكده، وتشوفي بقى بالتفصيل انتي ايه اللي محتاجاه واللي انتي عايزاه وكده، وتشوفي بقى. فانا حبيت ان انا اصوره كده واحنا ماشيين في الطريق. وعايزه اقول لكم ان في كمان محلات اللي هي فساتين العرايس وكده، حسيت ان انا فعلا في اسكندريه او في مصر وكده. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وطبعا في سوق للذهب، ده مكان للدهب، انا كنت مفكراه قصر بس فعلا ده طلع محلات ذهب وكده. وطبعا في كل حاجه موجوده، في كوتونيل وفي ماكس وفي كل حاجه، ومحلات اكسسوارات ومحلات للعبايات وملابس الاطفال وملابس سهره، وفي العطور وفي شنط وفي شوزات وفي حاجات كتير قوي 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 قوي. فحبيت ان انا اصوره يعني. انا استغربت ان انا موجوده يعني في مكان تحسي ان انت موجوده فعلا بجد زي اسكندريه كده، المنشيه ومحطه الرمل. فحبيت ان انا اصوره طبعا. وفي كل حاجه، بصوا العطور العربيه للعود اهي، وفي كل حاجه، وفي بقى عطاره، وفي كل حاجه، في كل حاجه ممكن تتخيلوها يعني. وطبعا خصومات بقى 50% و30%، وفي حاجات حلوه كتير قوي. وفي اهو محل للشنط، الشنط السفر وكده. وبصوا محلات الالعاب للاطفال وكل حاجه موجوده، بصوا اهي. ومحلات للعفش والديكورات والحاجات دي يعني. عجبني فعلا يعني، عجبني. حاسه ان انا يعني
في كل حاجة، ممكن تشتري منه كل حاجة وأسعارها حلو، وفي رتاج أهو. ف بس هنا بقى خلاص، ومحلات سجاد وكل حاجة هنا بقى خلاص. أنا قلت بس أصور لكم وأوريكم الشوارع وكده، عاملة زي عندنا بجد في مصر، حلوة قوي. وطبعا ومحلات نجف اهي، ادوات كهربائيه زي المنشيه بالظبط بالظبط يعني، وكده. بس هنا خلاص خلصنا اهو. طبعا كان في الناحيه التانية بس احنا طريقنا يعني الناحيه دي وكده. هنا وصلنا المول ده، ده مول، ده في سنتر بوينت، وفي شو مارك، وفي ملابس للأطفال، وسبلاش، ولايف ستايل، وكل حاجة موجودة في المول ده يعني. احنا بقى كنا طالعين داخلين عشان نشوفوا حاجات كده، ديكورات وغرف نوم وغرف أطفال وحاجات الجديدة بقى مع الاكسسوارات بتاعتها وكده. وطبعا بالتفصيل الفيديو الجاي هوريكم بقى بالتفصيل غرف النوم وكده، والديكورات بتاعتها والمفارش بتاعتها، وكل حاجة موجودة واسعارها حلوة قوي قوي يعني. تمام. هنا بقى الدور الارضي اول ما دخلنا ده سنتر بوينت. تمام. لفينا طبعا كده في الملابس وكده، وبعدين هنا طالعين هوم بوكس. هوم بوكس دوت معروف يعني للاساس وكده. هوريكم بقى بالتفصيل يعني الحاجة. عايزة اقول لكم الحاجات بسيطة جدا بقى، الحاجات اللي هي بقى ايه المودرن البسيطة جدا والسيمبل خالص يعني. عايزة اقول لكم بصوا يعني السرير موجود، في المرتبة بتاعته والمخدات بتاعته، مخدات طبية والمفرش بتاعته زي ما هو كده موجودة بالظبط. والدفايات عايزة اقول لكم ان الدفايات دي بجد قماشتها حلوة جدا يعني، حاسة ناعمة جدا. دي ترابيزات سفرة اللي هي المودرن بقى البسيطة اللي ما فيهاش كلاكيع كتير. واسعارها طبعا كل حاجه هنا ليها سعر، الكراسي ليها سعر، والترابيزه ليها سعر، وكل حاجه ليها سعر طبعا. تمام. بس اسعارهم ما بتبقاش غاليه اوفر يعني. تمام. بصوا شكل الكرسي طبعا، اللي بيحب يعني مثلا الحاجات دي ممكن يصور ويعملها مثلا عموله. تمام. لاني شكلها حلو قوي 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 وبسيطه جدا يعني، ومريحه للاعصاب. وطبعا بصوا الاطباق دي والحاجات دي كلها، دي طبعا في قسم للصيني لوحده خالص، لو حابه ان انت بتاخدي طبق او اتنين او تلاته براحتك خالص. عايز تاخدي 6 من كل حاجه، 12 من كل حاجه، ده زي نيش. بس طبعا عشان الفرش المودرن ما بيبقاش فيه بوفيه ولا نيش ولا الكلام ده كله يعني، في كل حاجه بسيطه دلوقتي. فبصوا الكرسي ده مريح جدا. بس كده بقى، وشايفين كده. تمام. بصوا بقى الولاد قاعدين هنا على السرير كده وهيناموا. من حلاوة السرير يعني وفرشه وكده، حاجات تحفة كانت. واو الله. بص بص الكنبة دي، تعالي يا توتا اقعدي هنا، تعالي اقعدي هنا. بص يا عبود اصحى اخويا. بصي هي كمان كمان صغيرة، حط عليها على خليه. بصي تفتح التوتة جميلة جدا. 300 ريال. 300. بصي الحاجات دي جميلة. بصي الحاجات دي جميلة، ألوان التيفيتي بتاعت البنات. تعالي اقعدي ذاكري هنا. ذاكري مع عبود. بصي يا طول، بصي الجمال. جميلة. لو
حلو قوي بالكنبه بس. وان شاء الله كده اكون فدتكم، والجزء التاني ان شاء الله هنزله لكم النهارده.